التمر المطيب بالهال والجوز بدنا كوبين من التمر المنزوع النوى، نصف كوب لوز كامل، نصف كوب جوز مفروم، نصف كوب زبدة، ثلاثة أرباع الكوب من الطحين الأبيض العادي، وملعقة صغيرة من الهال، وربع كوب من الطحينية للتقديم. هون ما حدب لواء الطحينية. جاهز تساعديني؟ يلا. أول شيء التمر بدنا نيجي على حبة حبة، بس الكفوف من آرزي طبعا، نفتح الحبة بالسكين بهالشكل ونستخرج النواة الموجودة داخلها ونستبدلها بإيش؟ بحبة لوز، لوز أو حبتين بدكم إياه. ممكن نستعمل أي نوع من المكسرات اللي عندكم. كنت أسألك إنه في ممكن يحطوا جوز أو فستق حلبي مثلاً، فستق عبيد كمان مش مشكلة. أيوه. يعني استعملوا بدكم إياه. صح، زي ما حكينا على المقادير، بدي أرفع الزبدة على النار، ما تكونش النار حامية، أهدا طبعا تكون النار نص نص، حتى عندي بدي أحمص الطحين فيها وأعطيها وقتها ومندوبها، خليها تذوب شوي بس. وبنيجي هون، يعني عليكي حط تنتين، حطي دائما علمونا. شو نوع، في نوع محدد للتمر ممكن نستخدمه؟ والله شوفي التمر انواع كثيره هدى، ما هو عشان هيك في الغالي جدا واليعني الارقام فلكيه، وفي العادي. انا هم مستعمل يعني خلينا نحكي الوسط، مش الرخيص ولا الغالي. اوكي، يعني الكويس اللي هو بس على الاقل يكون شوي فيه في طراوه، يعني شوي طراوه. أيوه. كبير اللي بحيث نقدر نحشي بالضبط. خذ هالسكين اصغر لك، خذ احسن لك، هالسكين كبيره ايدك هاي. حسيت فجاه كبرت السكينه. نيجي هون، شو بصير عندنا؟ الزبده عم تذوب، عظيم جدا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، وبنضيف الطحين ونبدا في عمليه تحمير الطحين حتى ياخذ اللون البني، مش البني كثير المحروق، بس هيك الاشقر المحمص. ايوه، الان راح يبدا يطبخ عندي. لما يبلش يطبخ عندي راح اضيف الهال المطحون على خليط الطحين والزبده، والان حتطلع ريحه عجائبيه من، لانه الهال سبحان الله كثير بيروح مع التمر. صح، شوفوا الكميه اللي حطيتها من الوصفات الرمضانيه المحببه جدا جدا، جربوها. يا سلام. وانا متاكد راح الكل يجربها، متاكد. سهله وبسيطه وما بتاخذ وقت، ما فيها مجهود. شوفوا كيف عندي اللون بلش يتغير، شوفوا كيف بكفي اخت هدى، صار لنا كميه منيحه احنا ما شاء الله عليكي. طبعا عمليه تغطيس التمر راح تكون حتى يبرد عندي، فبدناش هو سخن لانه حتكون حرارته جدا مرتفعه. اوكي، فنستنى لنا شوي 3-4 دقائق حتى ينزل الحراره، بس طبعا انا مش راح، ما عندي مشكله في الموضوع، راح استخدم. ممتاز ممتاز، تمام. شوفوا كيف، تعالي هدى شمي الريحه هون، شو رايك؟ احكي لي شو رايك، شمي. الله على ريحه الهيل مع الطحين مع قهوه ساده، فنجان قهوه ساده هيك على الفطور، بعد الفطور بعد الفطور. هسه الناس بتكون بتسب علينا، بتسب عم شهي من شهيهم والله. يعني عن جد خاصه اللي بيشربوا قهوه كثير، يعني هسه يعني الله يعين الناس اللي عم بتتابعنا، والله يعين الناس اللي بالاستديو اللي قاعده عم تطبخ وتشم لايف. الله يسامحك يا شيف. شو بدنا نسوي؟ ننظف شغلتنا. اوكي، اذا صار عندي تقريبا اموري جاهزه، واخذت اللون اللي بدي اياه، هذا اللون اللي بدي اياه. ممتاز، نرفعه، نطفي النار. يعني بصراحة أنا كمان كتير مبسوطة على الفاين، ما شاء الله يعني بسرعة بيمتص ومعقم، وبيستخدم مش بس كمان لتمسيح الإيدين، فكمان هو أنت عم تستخدمه لتمسيح الأسطح. أضفنا الجوز على هالخلطة المرتبة، شايف يا هدى؟ أيوة شايف. الجوز في آخر لحظة، ما بدي أحمر وأطبخه. أوكي، شو بنسوي الآن؟ الآن طبعاً سخن جداً، بس أنا ما عندي مشكلة، رايح أستخدم معالق صغيرة، لكنه طبعاً يستحسن ينترك يبرد على مهله. بجيب حبة، أيوة، وبغطسها بهالخليط الطيب. طبعاً انتبهوا
لتحرق ايديكم وتسبوا علي بعدين تقولوا شفنا ضال حرق ايدنا. بعدين طبعا لما تكون بارده حتكونوا مرتاحين، راح احطهم على اوراق الزبده من ارزي. اوكي، 4 دقائق ممتاز. بعديها بنضل نخلط، كل ما نسوي حبه بنخلطها وانتبهوا سخن. اوكي اوكي، ونتركها لتنشف ولا بنحطها بالثلاجة؟ هي حتنشف برا مش مشكلة، لكن انا بنصحكم انه نحطها بالثلاجة، وكل ما يجينا ضيف بعد الفطور